يعني سالي بهذا الوضع يلي كلنا خايفين ومرعوبين، دائما بنصير هلا الفيتامينز معنا، الكحول الطبي معنا، الكمامة معنا، الأكل الصحي قدر المستطاع وقدر الحالة الاقتصادية أكيد. أكيد الخضرة متوفرة تماما، لإلك. دائما نحن عم نتناولهم لأنه كلنا خايفين من جائحة كورونا، ولكن هلا بعد الانتشار بضل عم نستفيد من الفيتامينز ومن هدول القصص ولا لا؟ أكيد هيدي التفاصيل والمعلومات رح يجاوبنا عنها ضيفنا لليوم الدكتور حسام بردان، اختصاصي صدرية ومدرس الصدرية في كلية الطب. يسعد صباحك دكتور، وأهلا وسهلا فيك، كل عام وأنت بخير. يسعد صباحكم، أهلا يسعد وسهلا صباحك. فيكم وكل عام وانتم بخير. انتم كل عم يسمعونا، ينعاد على الجميع بكل خير هالعيد الاضحى ان شاء المبارك. الله يا اهلا وسهلا دكتور، ينعاد عليك وعلى عائلتك وعلى كل الكوادر الطبيه انتم يلي بألف يلي اكيد هن بهي الظرف هن ما عندهم عيد، خير. ما تمام عندهم حياه اجتماعيه، ما عندهم شيء غير مهنتهم وانقاذ وحمايه الناس. دكتور فينا هلا نستفيد من الخوف اللي نحن عم ناخذ فيتامينز مثل ما حكيت، عم تماما. نوقي حالنا، بيصير عندنا مناعه ولا خلص الراح راح؟ يسعد صباحكم بداية. صباحك. هلا بالنسبة إذا بنحكي كمناعة الجسم، مناعة الجسم يعني ما فينا نقويها خلال خلينا نقول عدة أيامات، يعني هي مناعة الجسم هي شغلة عم تنمو حياتية. عن طريق الحياة ومرتبطة حتى بعدة أمور، قد ما يمكن هي الأمور نحن نكون دائما بإمكاننا السيطرة عليها. هلا العمر عنا كثير عامل مهم، الأشخاص الأكبر عمرا هنا الأشخاص بتكون مناعتهم نسبيا أضعف، الأشخاص المدخنين تدخين أو الأرجيلة كمان مناعتهم أضعف، وهذا الشيء بيخلينا نوجه لهم كمان نداء بركي هيك طب إذا بطلوا الدخان هلأ ما بينصابوا؟ لا، هلا أو مو موضوع هو بيكون ما بينصابوا، أقل؟ موضوع انه شافوا انه حتى الاشخاص اللي عم تنصاب المدخنين بتكون شده اصابتهم أقوى. اكثر من غيرهم، فلذلك نحن كمان بنوجه انه اذا بالامكان هلا الواحد له انه يقلع عن التدخين او الارجيله خلال هالفتره هي. نعم. موضوع انه نحن ناخذ مجموعه فيتامينات، هذا الشيء كثير عم نشوفه شائع بهالعده ايامات، لدرجه انه حدا عم يروح بده يجيب اي فيتامين يمكن عم يلاقي صار حتى صعوبه بتامينه سعره غالي كثير. تمام. هلا خلينا نحكي بصراحه، هلا اي غذاء صحي متوازن بيحتوي على الخضروات الفواكه، نمط حياه صحيه خلينا نقول، تخفيف الستريس والقلق قدر المستطاع، نوم هذا جيد، مستحيل يعني هذا الشيء نحن بإمكاننا نأمل انه نحاول. طبعا لا شك نحن بدنا نتعامل بصراحة مع هذا المرض بجدية خلينا نقول، ما فينا الا نكون قلقين طبعا ومتيقظين لهذا الـ 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 الإصابة، بس بنفس الوقت كمان لازم نتحلى بروح معنوية عالية، ما نشعر بالخوف والقلق واي خبر نسمعه يرجعنا لورا، نحاول دائما نكون نفسيتنا نشيطه، نمارس الرياضه ضمن الهواء الطلق. حلو كثير. يعني دكتور يمكن عدة تفاصيل نحن لازم نركز عليها ونهتم فيها، تعددت الاقاويل مثل ما بنعرف اعراض فيروس كورونا هو نشفان بالحلق، رشح، ونزلات صدريه حاده. تمام. خلينا نحن نخص بهيدي الفقره الصغيره يلي عم يعاني من تحسس وربو، تحسسي وربو عادي، هدول قديش كمان ممكن يكونوا عرضه ليكون المرض عندهم والاعراض عندهم اقوى من غيرهم من الناس العاديين؟ هلا لا شك الشخص اللي عنده اصابه تحسسيه ربو قصبي او التهاب انف تحسسي بيكونوا من حاطينهم من الاشخاص اللي ذو خطوره عاليه انه تتطور عندهم الاصابه، ومو بس هيك حتى ممكن حتى تختلط الاعراض عنا، يعني احيانا ممكن يجي شخص بيعاني من اعراض تحسسيه ضمن هالفتره الاسابيع الاخيره اللي شفناها اللي صار فيها تزايد بانتشار حالات الكورونا، قد كمان يصير في عنا تقاطع بالاعراض، يعني الاعراض تبع فيروس كورونا صرتوا حضراتكم كلياتكم تعرفوها، نعم، اللي هي اعراض ضيق التنفس والسعال الجاف، يعني هي احيانا تتشابه كثير مع الاعراض اي هجمه تحسسيه، طبعا بجوز باعراض من اعراض الاصابه بفيروس كورونا انه يكون في عندنا الوهن والتعب بالجسم، هذا شوي مميز انه في عندي اصابه انتانيه بالجسم مع الارتفاع درجات الحراره، بس احيانا ما بيكون دائما هذا التمييز بهالبساطه، واحيانا مضطر انه نعمل استقصاءات، فحص اكسجه الدم، احيانا مضطر نعمل اشعه للصدر، وحتى بنلجا احيانا لاجراء تحاليل مخبريه مثل تعداد الكريات. هدول الاشخاص يجب انه
نتعامل معهم بجدية أكثر شوي من اللي عندهم الأمراض التحسسية، وننصحهم نصيحة كثير مهمة إنه أي شخص تحسس أو أي مرض مزمن إنه يحاول يلتزم بأدويته خلال هالفترة. يعني الشخص اللي عنده ربو وعم ياخذ بخاخات وملتزم عليها له أشهر، ننصحه بهالفترة يزيد التزامه بأدويته. اللي عنده ضغط يحاول يضبط الضغط عنده لأكبر درجة، اللي عنده مرض السكري كمان هو عامل خطورة. صحيح. كمان إنه يحاول يكون أرقام السكر، يعني إحنا أي مرض مزمن بيعاني منه الشخص نحاول إنه يكون مضبوط. بالنسبة لموضوع الأعمار، إذا بدنا نحكي هلأ كمان بموضوع الأعمار الكبيرة، إحنا الأشخاص اللي عمرهم فوق 60 أو 65 هذا الشيء مختلف، ننصحهم كمان إنه ما يطلعوا كثير من البيت الا بحالات الضروره، اذا 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 في عنا ما يستقبلوا كثير عالم بالاعياد. هلا اكيد هلا كمان عم نحكي كل عام وانتم بخير، في عنا فتره الاعياد اللي هي بتكثر فيها المعايدات، بدنا نحاول انه نخفف الى اقصى حد انه ممكن واذا بده يصير في يعني صار في زيارات بدها تتم ضمن الحدود الصحيه حدود التباعد الاجتماعي. كل واحد كنباي تماما هو هذا الشيء، انه يصير في تباعد بين الاشخاص. وحتى يعني هلا انبسطت سمعت عن ارتداء الكمامه، شفت كيف عم يتم كمان تصنيع بعض الكمامات، لانه هي جزء خلينا نقول صارت من نمط حياتنا اللي هلا نحن بنحكيها بالوقايه من فيروس كورونا. تمام دكتور، يعني بهي الفتره كلنا عم نحس انه مثلا في الصبح في سعله جافه بتكون بنقول اي خلص كورونا، بعد شوي بتروح، بعد شوي في حراره، لا ما في حراره، فصار عندنا حاله نفسيه مكركبتنا شوي. خلينا نحكي عن هذا الشعور اذا حسيناه، كيف نحن لازم نتقيد بالحجر المنزلي، كيف لازم ما كثير نختلط بابونا وامنا واخواتنا اللي قاعدين معهم بنفس البيت. هلا اي شخص بتظهر طب ايمت نحن يعني مثلا انه انا كل يوم بحس شيء بس انه ما عم يستمر الاحساس؟ هلا لا شك نحن بنسمعه بشكل يومي، بشكل شيء عم نسمعه بشكل يومي، لا شك عم يصير في عنده هاجس انه اي عرض ممكن يشعر فيه الواحد ممكن يخاف من فيروس كورونا، وخاصه اذا هلا بتتابعوا حضراتكم طيف الاعراض تبع فيروس كورونا طيف لا نهائي. صح. يعني عم يتظاهر عنا بتظاهرات قد تكون بتشبه اي شيء بالعالم، يعني عم يتظاهر عنا بتظاهرات بالجهاز الهضمي، بشكل التهاب، بشكل اعراض تشبه التهاب معده وامعاء، بشكل اسهالات، بشكل اقياء، بشكل حتى هلا الشيء اللي عم نشوفه خلال الفتره الاخيره واكثر شوي من غير دول اللي هو فقدان حاسه الشم والذوق. هلا نحن اذا بدنا نحكي الاعراض الاساسيه اللي خلينا توجهنا، تعب الجسم والوهن العام، هذا عرض يعني مهم بهالمرحله هي، مع ارتفاع درجه الحراره. ارتفاع درجه الحراره تقريبا عم يكون عرض خليني اسميه قاسم مشترك بين هالاعراض كلها، يعني وقت بيترافق ارتفاع درجه الحراره مع اي عرض ثاني، فقدان حس الشم، اعراض الم بالبلعوم، اعراض بالجهاز الهضمي، يجب اني اتوجه انه قد يكون في عنا اصابه بفيروس كورونا، بس ليس بالضروره كمان. يعني نحن كمان اذا بدنا نحكي واقع كمان في عنا المكيف احيانا دكتور، أكيد يعني كمان كثير عالم هلا بالشوب يعني اذا اجت الكهرباء كم ساعه فهن بيناموا والمكيف شغال، حتى المي اللي فيها الثلج ايضا عم نشربها، عم نفيق الصبح عندنا نشفان بالحلق، واحيانا عم يصير ارتفاع بالحراره. لا شك هلا استخدام المكيفات لانه هي بتعطي المكيفات هواء جاف، فلذلك كمان نحن بننصح اذا حتى بدنا نشغل التكييف ضمن غرفه معينه انه كمان نترك الباب مفتوح شوي حتى ما يصير في عنا هذا الجو الجاف جدا. نعم يعني دكتور هيك قدر المستطاع بدنا نقول الله يحمي الكل، وخلينا نتبه على حالنا ونتبه على عائلتنا وعلى وطننا كله من انتشار هالوباء. بدنا نتشكرك وتتشكر جهود الكوادر الطبيه كامله، بينعاد عليكم بظروف احسن، والسنه الجايه ان شاء الله ما بيكون عنا ولا ظرف ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا كثير لك، حيكون لنا وقفات ثانيه بحلقات ثانيه مع حضرتك دكتور لنتعرف اكثر ايضا على شغلات ثانيه، كل يوم عم يطلع دراسه جديده وكل يوم عم يستجد عنا شيء، ولكن دائما السلامه والصحه للجميع ولك ولعائلتك بهذا اليوم يوم العيد. كل عام وانتم بالف خير يعني عبر قناتكم، ووجه كمان رساله ل جميع الكوادر الطبيه، الجيش الابيض اكيد بنسميهم اللي هلا عم يشتغلوا ضمن المشافي، بنوجه لهم التحيه، بوجه تحيه كمان لكل الاشخاص عم يسمعونا، كل عام وانتم بخير. رساله صغيره بدي اوجهها هي عباره عن ثلاث كلمات، انه نحن كل شخص بهالفتره هي هو مسؤول عن وقايه نفسه ووقايه الاخرين،
عبر اجراءات كلياتنا صرنا نعرفها، بس تطبيقها ما هو كثير صعب. نرتدي الكمامه حتى لو كانت الكمامه القماشيه بالنسبه للاشخاص اللي ما هم عم يشتغلوا بالمجال الطبي، نعم. ضمن وسائل النقل، ضمن الاماكن العامه، المناطق بصير فيها تجمعات، نلتزم بهذا العيد بالتباعد الاجتماعي، بالمسافه وغسل اليدين. هذا الثلاثي اذا حسنا نحققه خلال هالفتره نعتقد ان شاء الله انه نحن نعمل كنترول على الانتشار، نصير في عندنا كنترول، ورح يصير ان شاء الله في عندنا بتخف تسارع انتشار حالات. ما حنقول انه حيوقف كل شيء خلال دقائق، صحيح. اكيد هذا الشيء رح يحتاج عالميا فتره اطول شوي، نعم. بس نحن على الاقل يكون في عندنا تصاعد بعدد الحالات بشكل يمكن السيطره عليه مثل ما هلا عم يصير. نتمنى الشفاء للجميع ويعطيكم الف عافيه. يعطيك العافيه يا رب. شكرا كثير لك دكتور.